يلا بينا نسحب الجايزه. ما تنسوش قبل ما نسحب الجائزه تشتركوا في المسابقه، المسابقه الجديده مقدمه من بلاك اند ديكر، هي اللي مقدمه لنا الجوائز، الغلايه والكاتل اللي هي الكاتل، وعندنا العجان، وبعد كده عندنا المكوه. يلا بينا نسحب الجائزه الخاصه بالاسبوع اللي فات، اللي هي عباره اللي هي الخلاط والمكنسه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب. هي ده فاضي اهي، ثواني بس، ده فاضيه. ها الكم بتاعي متشمر. معلش كل حاجه بقولها، انا عارف الناس بتاعي يقول لي اخلص بقى، نقي يعني تمام، اختار بقى، اختار واحده. يلا استاذ جمال تعالى اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ده الرقم. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضل. لا 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 ثواني، والله ابدا. دي سودة؟ دي عشان عليها صلصة. عليها صلصة دي؟ عليها صلصة. ايوه. وبعدين انت ده مش شغلك. لا ده مش شغل بجد، ده مش شغلك. بالظبط. في ايه يا جماعة؟ حسابنا بعدين يا بيه. زيرو كام بس؟ زيرو كام؟ زيرو كام؟ زيرو 10. زيرو 10 اللي كسب معانا اخر الرقم، اخر الرقم 540. 540 زيرو 10. سعيد الحظ معانا اخر رقم 540. مبروك للزمالك يا عم. الله يبارك فيك. الف مبروك. خد حته الكفته. الهنا والشفا. الهنا والشفا. يلا. مع انهم عمره بيقولوا مبروك للاهلي، بس احنا بنقول له مبروك للزمالك. تمام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك عامله ايه؟ أنا كويس الحمد لله. مين معاي؟ ألف مبروك يا فندم، معاك الشيف محمد من برنامج المطعم. والله ألف مبروك. الله يبارك فيك. بس يا ألف مليون مبروك يا ست الكل. أيوه أهلا أهلا وسهلا في إيه شيخ محمد. أهلا وسهلا، حضرتك منين؟ من محافظة جني. يا أهلا وسهلا، يا أنا مبسوط جدا جدا اللي كسب والله المرة دي. والله أنا مصدق، وحياة ربنا أنا مصدق. والله أنا مصدق، والله مبسوط جدا اللي كسب المرة والله. دي بقى أنا من الصعيد أهو. من هنا واحسن ناس. من والله. اهلا وسهلا، مصدقك والله. انا اللي بقول انا مبسوط ان انتم من محافظه هنا. اسمك ايه؟ شاديه محمد حسن. مدام شاديه. مدام شاديه حضرتك متجوزه صح؟ اه. مدام شاديه بنقول لك الف مليون مبروك، الخلاط وعندنا المكنسه اللي كسبتيهم معانا من برنامج، وان شاء الله خليكي على الخط، وهم يقولوا لك ان شاء الله تيجي تستلمي الجائزه ازاي. طب انا دلوقتي انا ما اقدرش اروح، معايا ولد هناك يجيكم ممكن؟ اه طبعا ينفع، ينفع طبعا، مفيش اي مشكله. يعني اديكم رقم واسمه وممكن يعملكم؟ ينفع طبعا، ينفع. تمام. ينفع يا ست الكل. ماشي. والتفاصيل بقى خليكي معاهم دلوقتي ما تقفليش، وهم معاهم عندك في القناه ان شاء الله اللي هم يتواصلوا معاكي. شكرا ليكي جدا جدا. سلامي وتحياتي وكل حاجه حلوه لكل اهل هنا. وانا بحبكم جدا جدا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اهوت، والله يعني قبل كده بورسعيد هنا، عندنا اسكندريه. مين تاني لسه ما جاش؟ لسه عندنا الوجه القبلي، لسه برضو محتاجين منه الناس تفوز. بس هو احنا زي ما انتم شايفين الجائزه ما شاء الله، يعني مش من القاهره بس، اصل في ناس اول لما سلمنا الجائزه في اول اسبوع طلع من القاهره اثنين او ثلاث اسامي، قالوا بس انتوا بتوع عاملينها للقاهره. لا طبعا احنا عاملينها لجميع محافظات مصر. ان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه قادمه من برنامج المطعم. مبروك 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 لحضرتك على الجائزه، سواء الخلاط او المكنسه.